رايحين على المكتب على الشغل إن شاء الله قريب راح نوصل. حلقة اليوم هي بخصوص الدعوات أو الفيز الخاصة. شو هذه؟ شنو هذه الفيزا الخاصة؟ أنتم لا إله إلا الله. لحظة لحظة لحظة. ما يخلونا يا أخي يعني الحلقة. ما هي الفيزا الخاصة؟ ما طول هذه الفيزا؟ ما هي الفترة اللي ممكن تجهز فيها هذه الفيزا؟ كم سعر هذه الفيزا؟ ما هي تفاصيل هذه الفيزا؟ السؤال الأساسي: من يستطيع عمل هذه الدعوة الخاصة؟ من يستطيع عملها هنا في روسيا؟ وتفاصيل أخرى إن شاء الله. اليوم أنا حضرتكم حلقة إن شاء الله مليئة بالمعلومات، حتى يعني أتمنى أنه بعد ما سألون عن هذا الموضوع فليتوقع على الله. ظهر اليوم ما راح اقدر اكمل، هو على الغرفه الثانيه. عندنا غرفه محادثات، يعني عندنا عميل او زبون ناخذ على الغرفه اللي هناك مكان شغل. هاي غرفتنا الهادئه حتى اقدر اكمل الموضوع، لان صراحه الموضوع مهم وما اقدر اطرد الجماعه اللي يطلعوا برا. مو حلوه. يلا. اذا الموضوع الاساسي لهذه الحلقه هي الدعوه او الفيزا الخاصه. اعيد واكرر في العاده افاده: الدعوه ليست فيزا. الفيزا تحصلون عليها هناك تحصل عليها في بلدك من قبل القنصلية الروسية بناء على الدعوة التي تصدر هنا في روسيا. إذا دعوة، إرسال وعمل فيزا، تأشيرة، فيزا، لا فرق، في القنصلية الروسية في مكان إقامتك. إذا الدعوة الخاصة وتسمى أيضا بالدعوة الزيارة، الدعوة العائلية، يعني بغض النظر في روسيا يسمونها ليشنيا برغلاشينيا أو يسمونها ليشنيا فيزا، هي الدعوة الخاصة أو الفيزا الخاصة. هذه الدعوة يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية الروسية بناء على طلب من مواطن روسي، من مواطن روسي أو شخص لديه الإقامة الدائمة، تسمى هنا في روسيا في أن جي. صراحة موضوع أنه الشخص المقيم بصورة دائمة هنا في روسيا هل له الحق بطلب عمل دعوة خاصة لشخص هو يعرفه، سواء كان من أقاربه، أصدقائه، معارفه أم لا؟ هذا الموضوع فيه اختلاف كثير. نحن بالنسبة لنا هنا في بيرم، مقاطعة بيرم، سألنا وقالوا لنا بإمكان الشخص الذي لديه محل تسجيل إقامة دائمي ولديه إقامة دائمة تسمى في روسيا فينجي بإمكانه التقديم على الدعوة الخاصة. صراحة بحثنا في أماكن أخرى، موسكو وغيرها، لم نجد ذلك. القانون يقول في تلك المناطق يقول فقط المواطن الروسي الذي لديه محل تسجيل، وليس يعني ليس مجرد مواطن روسي، وإنما مواطن روسي لديه محل تسجيل إقامة، نفرض المواطن من موسكو محل تسجيل إقامته في موسكو وليس في مقاطعة في محافظة موسكو وإنما في داخل المدينة، بالإمكان تقديم طلب عمل دعوة لشخص من معارفه، أصدقائه، أي شخص صراحة، يعني لا إشكال. سوف أوضح هذه المسألة بعد قليل. إذن الدعوة الخاصة كيف تتم خطواتها؟ الدعوة الخاصة يقوم المواطن الروسي بالذهاب إلى وزارة الداخلية، هيئة الهجرة، يقدم طلب باستضافة شخص أجنبي. إذا عليه أن يأخذ معه صورة عن جواز سفره، وطبعا صورة عن محل تسجيل إقامته، صورة عن جواز سفر الأجنبي، وكذلك كشف حساب. المواطن الروسي عليه أن يعمل كشف حساب حديث بمبلغ، صراحة هذا المبلغ حسب ما فهمنا أنه يجب أن لا يقل إذا أمكن عن 80 ألف روبل.
طبعا إذا كان 100,000 روبل يكون أفضل، إذا كان 150,000 روبل أفضل بعد، إذا كان 200,000 روبل فأنت ممتاز. ليش؟ في الهجرة سوف ينظرون إذا كان الشخص المواطن الروسي لديه هكذا كشف حساب، يعني أموره تمام، معناها أنه إنسان يعني لم يبيع هذه الدعوة صراحة، لم يقم بالمتاجرة بهذه الدعوة، وإنما هو صراحة يعني يرغب باستضافة هذا الشخص الأجنبي. فكشف الحساب هذا مهم. أيضا بالإضافة لكشف حساب، هناك مثل يسمونها زيفلينيا أو الأنكيتا، الاستمارة، يعني استمارة خاصة. في هذه الاستمارة يقوم بملء معلوماته الخاصة المواطن الروسي، وكذلك معلومات الشخص الأجنبي، أين يعمل المواطن الروسي، مكان عمله، تفاصيله وتفاصيل الشخص الأجنبي، مكان إقامته، وأيضا يعني مكان عمل الشخص الأجنبي ومحل إقامته، أين يريد الشخص الأجنبي الحصول على الفيزا الروسية، في أي مدينة، بالإضافة إلى شيء مهم جدا هو الخطاب الضمان. على هذه أهم ما في الأمر كله، على المواطن الأجنبي أن يقوم بكتابة تعهد أو خطاب ضمان يضمن به الشخص الأجنبي طوال فترة مكوثه هنا في روسيا. سوف أقتبس لكم المقطع الذي أخذته من موقع وزارة الداخلية الروسية. هذا المقطع يقول الآتي بخصوص خطاب الضمان، لأنه هذا يعني أهم ما في الموضوع كله. يقول الخطاب الضمان يعني لدعوة شخص أجنبي هو عبارة عن نموذج، طبعا هو نموذج، هو فقط يقوم بتوقيعه وكتابة اسمه وغيرها، يدعو فيها المواطن الروسي الشخص الأجنبي ويلتزم بتوفير السكن والمساعدة الطبية إذا لزم الأمر، ويتحمل أيضا مدفوعات ترحيل المواطن الأجنبي من البلد، يعني من روسيا، إذا قام بخرق القانون. كيف يخرق القانون الأجنبي؟ قلنا ذلك سابقا، سواء أتعدى على الفترة المسموحة له هنا في روسيا أو لا سمح الله قام بمشاكل هنا في روسيا، فيتعهد الشخص أو المواطن الروسي بأنه سوف يقوم بتأمين تذكرة السفر وغيرها. يعني هذه مهمة وليست هكذا تقال. طبعا إذا كان الشخص من دول الهجرة الخطرة، قلت هذا سابقا، دول الهجرة الخطرة هي أغلب الدول العربية باستثناء دول الخليج العربي. إذا كان من هذه الدول فمن حق وزارة الداخلية أن تستدعي المواطن الأجنبي لعمل مقابلة خاصة، يسألونه من أين تعرف هذا الشخص. أنا لا أقول هذا يجب، وإنما أقول يمكن أن، فيعني الموضوع يختلف من مدينة لأخرى. روسيا بلد كبير، احتمال هذا الموضوع لا يحتاج، واحتمال يحتاج حسب المدينة، فهي ليست قاعدة. سوف يسألون من أين تعرف هذا الشخص، ما هو رقم تليفونه، هل بينكم تواصل. بعض المرات يسألون، هذا حسب الخبرة، يسألون عن الواتساب، هل لديكم تواصل بالواتساب، هل تعرف عن طريق الفيسبوك، هل واحد معارفك، هل لديكم صور خاصة، يعني كنا على ثقة. هذه الأمور حصلت. إذن يقول بعد إكمال هذه الأمور ودفع المواطن الأجنبي لرسوم عمل الدعوة الخاصة، الرسوم هي 800 روبل روسي، 800 روبل حوالي 14 دولار، يدفعها في البنك ويحصل على إيصال فيها، ويكمل هذه الأمور يقدمها إلى وزارة الداخلية الروسية. إذا كانت كل الأمور تمام يعطونه، طبعا يأخذون من عنده إيميله، إيميل الشخصي للمواطن الروسي، ويقول له انتظر جواب وزارة الداخلية الروسية، قد يكون الجواب إيجابي وقد يكون سلبي، سوف يقومون باختاره عن طريق الإيميل. إذا تم الموافق وصدرت الدعوة الخاصة للمواطن الأجنبي، سوف يتم إرسال الدعوة إلى إيميل المواطن الروسي مباشرة، وطبعا نسخة منها هي تكون إلكترونية في أغلب الأحيان. هذه النسخة الإلكترونية ترسل إلى إيميل الشخص المواطن الروسي، ونسخة منها إلى القنصلية الروسية في بلد المواطن الأجنبي، أوتوماتيكي، يعني في نفس اليوم تذهب. بإمكانه أن يراجع القنصلية الروسية لتقديم والحصول على الفيزا الخاصة. إذن هذه فترة النظر تمتد إلى 30 يوم، يقال إنها حتى 30 يوم، لكن صراحة عن طريق معرفة الشخصية قد تمتد إلى 35 يوم، خاصة إذا كان في عطل، مناسبات ومن الكلام هذا، وقد تصدر خلال 20 يوم على حسب. إذا كان الإنسان الروسي إنسان يعني مثلا إنسان صاحب عمل شركة، فتصدر خلال 20 يوم، يعني ما عنده أي إشكال. مدة الفيزا
الخاصة، هي محدودة بالمدة المكتوبة في الدعوة الخاصة. نفرض هي مثلا يعني المواطن طلب أنه يستضيف الشخص 30 يوما، سوف تكون الفيزا 30 يوما من التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني، هي ليست مفتوحة. طبعا حد أقصى للدعوة أو الفيزا الخاصة هي 90 يوما كحد أقصى، هي عبارة عن دخلة واحدة أو دخلتين كحد أقصى. هذه معلومات مهمة بالنسبة للدعوة أو الفيزا الخاصة. إذا بعد أن يقوم المواطن بالتقديم على الدعوة الخاصة ويرسلها إلى الشخص الأجنبي، الشخص الأجنبي يقوم بعمل فيزا لنفسه، يقوم الشخص بإخطار المواطن الروسي بفترة يعني يوم قدومه. هذه ملاحظة مهمة جدا، لأنه احتمال سوف يتصلون بالمواطن الأجنبي، المواطن الروسي سوف يتصل فيه بالمطار، يقول هل أنت فلان الفلاني؟ نعم أنا فلان. هل قمت باستضافة فلان الفلاني؟ نعم. هل هو سوف يأتي إليك؟ يقولون نعم. عنوان سكنك، عنوان، يعني معلومات يريدون أن يتأكدون من أنه شخص صحيح قام باستدعاء هذا الشخص أم لا، معلومات. يعني بعض الحالات لا يقومون بالاتصال أصلا، يعني ولا يعني ما يتصلون، وفي بعض الحالات يتصلون. الفيزا الخاصة صراحة هي فيزا جيدة جدا. ليه؟ كيف جيدة جدا؟ لأنه كل المسؤولية والمشاكل تقع على رأس المواطن الروسي. إذا قام هذا يعني هو عفوا المواطن الروسي، المواطن الروسي يعتبر مثل السبونسر، يعني وكيل، أو مش وكيل، وإنما هو المسؤول عن المواطن الأجنبي. لذلك يا أخوان أنا أعطيكم يعني نصيحة، من يرغب ب، وأنتم تعرفون أكيد وخاصة المقيمين هنا في روسيا والمتجنسين، من يريد أن يستقبل شخص يعني يجب يعني يفضل أن تكون شخص تعرفه، ويعني حتى لو كان فيها فائدة مادية بالنسبة لك، لكنه المشاكل لا سمح الله، المشاكل قد تأتيك من يعني بأكبر بكثير من الفائدة التي سوف تحصل عليها. الدعوة الخاصة، الفيزا الخاصة، هي حالها حال الفيزا أو الدعوة التجارية أو الفيزا أو الدعوة الدراسية، تصدر عن طريق وزارة الداخلية الروسية قسم الهجرة. فهي يعني شانس الشخص أن يحصل على، وليس يحصل على الفيزا وإنما يدخل من المطارات الروسية، يعني شانس كبير جدا جدا، لأنها يعني دعوة جيدة، دعوة مضمونة باعتبار أن هناك شخص روسي قام بالتكفل بهذا الشخص الأجنبي. هذه الملاحظات يعني والأمور والمعلومات اللي حكيتها الآن، تسألونها دائما دائما دائما، ربما كانت هناك أمور مبهمة، ربما كانت هناك أمور إضافية. قد يقول الشخص مثلا، يسألني يقول أنا عندي صديقة هنا في روسيا وأريد مثلا أن أتزوج بها. طبعا هي إذا كانت تعمل أو لي يعني أو كانت أمورها يعني وليس ولديها تسجيل محل إقامة، شقة أو مكان معين، ولديها حساب بنكي وتضع مبلغ ولديها كشف حساب وأمورها تمام، فبإمكانها أن تقوم بدعوتك، خاصة الإخوان الذين يرغبون بالزواج. أنا أعتقد الدعوة الخاصة هي أفضل الفيز بغرض الزواج. كيف؟ لأنه التجارية بعيدة، السياحية قصيرة يعني أقل من شهر، الدراسية لا تناسب. فالدعوة الخاصة إذا قام الشخص بدعوتك، لديك حد أقصى 90 يوما تستطيع القدوم إلى روسيا، إتمام إجراءات الزواج عن طريق الزكس اللي هو المكتب الحكومي، مكتب الدولة الذي يتم إتمام عقد القران، عقد الزواج فيه، وترتيب أمورك. وحتى إذا أنت كنت أمورك كلها تمام وأوراقك جاهزة، فبعد الزواج بإمكانك التقديم على الإقامة المؤقتة. تذكرون الإقامة المؤقتة اللي هي أرفا بي، هذه طبعا بعد الزواج، وبإمكانك السفر وانتظار رد الوزارة الداخلية بخصوص الإقامة المؤقتة. فسوف تكون 3 في 1، يعني جئت إلى روسيا، أتممت زواجك وقدمت على الإقامة المؤقتة وسافرت بإذن الله وتنتظر الإجابة. لذلك الدعوة أو الفيزا الخاصة يا أخوان أعتقد هي الحل الأفضل للكثيرين الذين لديهم معارف هنا في روسيا. نصيحة لوجه الله، لا ترسلوا أموالا إلى شخص يقول لكم سوف أعمل لكم دعوة خاصة،
هذا الشخص لا تعرفوه، يجب أن يكون لديكم علاقة أو معرفة مسبقة بالشخص هذا وتثقون به، لأن كثير من الشباب العرب مع الأسف يعني يرسلون أموال إلى ناس روس، يعني روس إنه قصدي عنده جنسية روسية، وهم لا يعرفونهم، وبعد ذلك يتم عمل بلوك لهم وتروح فلوسهم عليهم، وهم لا هم من الفلوس ولا من الدعوة الخاصة. يجب أن يكون الشخص تثق به ولديك معرفة خاصة به وتتواصل معه وترسل له معلوماتك. كما ذكرت قبل قليل، أنا آسف أني طلت عليكم لأن الموضوع مهم حتى لا أذكر هذا الأمر مستقبلا. صورة عن جواز سفر تكون سكنر، ومعلومات سكنك ومعلومات عملك إذا كنت تعمل، إذا كنت طالب تكتب المدرسة عفوا الجامعة المعهد غيره، وهذه الأمور الرئيسية يعني، والبقية تقع على عاتق المواطن الروسي. أتمنى أن أكون قد أجبت عن الكثير من الأسئلة بخصوص هذا الموضوع. مع ذلك إذا لم يكن لديكم يعني إذا كان لديكم استفسار أو التباس عادي، بإمكانكم الكتابة لنا، سوف نجيبكم إن شاء الله قدر الإمكان. رجاء يعني إخوان، يرجى عند الملاحظة هذه دائما أنسى أن أذكرها، عند الكتابة لنا في موقعنا سوف يظهر لكم، يرجى أن تكتبوا معلومات كاملة. يعني أنا يأتيني أفتح يوميا صفحة الموقع، موقعنا الإلكتروني على الإنترنت، مكتوب فقط عنوان أو مكتوب مثلا تاريخ أو مكتوب اسم الشخص. طيب أنت إذا عندك نية أنه تطلب خدمة معينة منا، يا ريت أنه تعب نفسك شوي وتكتب تفاصيل، اكتب تفاصيل أنه ماذا تريد بالضبط حتى نقوم بجوابك مباشرة، ولا أنه أرسل لك يعني ما هي الخدمة المطلوبة تراسلوني وأنا أراسلكم مرتين وثلاثة حتى نفهم ما هو المطلوب. هذا يعني هو الطلب عندكم. أتمنى ما كنت طلت عليكم إن شاء الله. بإمكانكم تفعيل الجرس، الاشتراك بهذا القناة وقناتنا الثانية. إن شاء الله سوف نقوم بعمل حلقة بسيطة، هي حلقة صراحة يعني ممكن بسيطة مش بسيطة. اليوم أنا قرأت على موقع RT روسيا اليوم يذكر الأعمال المطلوبة بشدة في هذه الفترة في روسيا. هناك مكتوب طبعا إنه مطلوب 1,000,000 وظيفة، هي موجهة للروس، لكن الأجانب بإمكانهم استغلال هذه الفرصة. المعلومات سوف تجدها إن شاء الله في القناة الثانية، فيرجى أيضا زيارتها والاشتراك بها وتفعيل الجرس أيضا والتواصل معنا دائما. كان معكم خالد العامري من قناة صنعاء في روسيا 24، في أمان الله.